وبعدنا مكملين معكم مشاهدينا. مين منا ما بيتذكر أبونا توفيق بوهدير، أبونا الشبيبة يلي غادرنا من فترة وجيزة، واللي ترك وراه محبين كتار. هو يلي أسس مكتب روعوية الشبيبة بالدائرة البطريركية المارونية، ويلي احتفل هالسنة بالدورة العاشرة للتنشئة الروحية والإنسانية، الأولى للأسف من بعد غيابه. تفاصيل أكثر مع الست نايا فضول نصر، وهي منسقة الإعلام في مكتب رعوية الشبيبة والدائرة البطريركية المارونية. أهلا وسهلا فيك معنا بالاستوديو. صباح الخير، الله معكم. كيف صحتك؟ تمام؟ مشكر الله، الحمد لله. نحن مبسوطين جدا أنه معنا حضرتك بأحلى ببرنامج أحلى صباح. شكرا لكم على الاستضافة، مرسي كثير. ست نايا، بدي تخبرينا عن مكتب رعوية الشبيبة وخبرينا ليه تأسس. مكتب رعوية الشبيبة هو من المكاتب يلي بالدائرة البطريركية المارونية، من بعد ما استلم السد البطريركية مارشال بطرس الراعي. نعم. بهمة وبحماس كتير كبير كان على قلبه انه يكون عم بفعل عمل الكنيسة، اذا بدك بجسم يكون عم بيساعد، يعني مكون من اشخاص وافراد هن اشخاص ملتزمين مؤمنين بالكنيسة، عندهم دور ولازم يكونوا عم بيعيشوا هيدا الدور وهالرسالة. فكان انه اسس من اوائل المكاتب مكتب رعوية الشبيبة بالدائرة البطريركية المارونية، كان تحديدا وقت اللقاء يلي صار مع البابا بنديكتوس لما اجى على لبنان. نعم. ونعمل ببكركة لقاء كتير كبير مع الشبيبة، هذا كان اول نشاط بلش فيه المكتب. طيب مين بدم وشو اطار عمله؟ مثل ما قلت، هو بضم شبيبة من الكنيسة المارونية ملتزمين، كل حدا بحسب الموهبة يلي منعطت له عم بيشتغل بهيدا الإطار، إن كان بالشق الإعلامي، إن كان بالشق الرسولي، إن كان بالشق الاجتماعي أو السياسي أو بكل الأبعاد، لأنه بتعرفي هو المواضيع كلها هي مواضيع مهمة وبتطال الشبيبة. هو حاليا في مسؤول على المكتب، هو أمين عام خينا كارلوس معوض. نعم. وفي ابونا مرشد وهو مشرف على المكتب، ابونا جورج يرق. نعم. عم بيرافقنا بهذه المسيره اكيد من بعد مؤسسنا الحبيب ابونا توفيق يلي هو صحيح. عبد الطريق وحضرنا وعملنا خليه نحل مؤلفه من لجان ومنسقي لجان. نعم. يعني عم نحكي عن عائله كثير كبيره. دوره التنشئه الروحيه والانسانيه بدات بال 2012، شو كان الهدف منها؟ اهم شيء المعرفه بحياتنا. كيف حال شبيبتنا انه تكون عم يبنوا معرفه صحيحه بتساعدهم يعرفوا ذاتهم اكثر، يعرفوا. نعم. الاخر اكثر، ويكونوا عم يتثقفوا ويتسلحوا بامور بتساعدهم يكونوا اشخاص بناءين بمجتمعهم، بكنيستهم، بعيالهم، بكثير مطارح. فكان على قلبه للابونا انه نشتغل من هيدا المنطلق، هدف المعرفه 100%، ثقافه. نعم. وتنشئه تكون على مستوى روحي لحتى هيك تتعمق علاقتنا بالرب ونكتشف مزبوط حقيقه دعوتنا ورسالتنا، وعلى مستوى الانساني لنقدر نعيش مع اخوتنا بطريقه الافضل بحياتنا. وهيك بلشت الدورات، كل سنه كانت عم تنعمل. ست نايا، فيك تخبرينا عن النسخات السابقه؟ كل دورة مختلفة، لأنه إذا بدك نحن دايماً عم نطال المواضيع الأنية، يعني. نعم. كل المواضيع المعقولة تفيد الإنسان من صعيد شخصي للصعيد العام، يعني عم نحكي عن القصص يلي بتبني الشخصية، علاج للجروحات يلي ما في حدا منا مش مارق بكتير. صحيح. اختبارات طبعاً. صعبة بالحياة. نعم. ليعرف يتفاعل معها بالطريقة الصحيحة ويستخدمها لقدام. مواضيع إن كان نظرة الكنيسة، عم بحكي كعمل اجتماعي. نعم. للأمور الخاصة طبياً، عم بحكي إن كان الموت الرحيم، هو القصص. العمل المسكوني، يعني عم بحكي على صعيد شبيبة الكنيس كلها، الحوار بين شبيبة الأديان المختلفة، يعني كل هالمواضيع كلها عم نكون عم نطالب بقلب التنشئات المختلفة مع أشخاص كتير اختصاصيين، من أباء، من علمانيين، من مطارنة. نعم. عم يكونوا عم بيعطونا من معرفتهم. طيب، وعن النسخة الحالية شو تضمنت؟ مثل ما قلت، نحن دايما منشوف الشبيبة شو بحاجة، لهيك كانت عم تطال الحاجة الأنية لحتى نكون عم نشوف كيف فينا نكون عم نستخدم وسائل التواصل بطريقة صحيحة تنوصل من خلالها الأمور بالناءة. عن جد بتساعد الناس يكونوا عم يستفيدوا. بنعرف قدي في قصص أوقات بتكون سلبية، لازم نكون عم نعبي مطرح إيجابي بهالمطرح.
امور خاصه بكل الافات يلي عم تواجهنا عم تواجه شبيبتنا، كيف يفهموا شو هالامور ويعرفوا كيف يواجهوها بالطريقه الصحيحه ويعالجوها بالطريقه الصحيحه. 100% يعني هول من القصص وكثير امور غيرها اكيد بالكتاب المقدس، تعمق بشخصيات لحتى نتعلم منهم كيف هن عايشوا خبرتهم مع الله وكيف نحن فينا نكون عم نعيش خبرتنا الخاصه مع الله. صحيح. في ممكن تخبرينا عن حفل التخرج؟ هالسنة صار حفل التخرج، هو مثل ما تفضلت وقلت بالبداية هو أول حفل من بعد ما انتقل أبونا توفيق على السماء للأسف. وهيدي الشغلة كانت بتعز علينا وكتير يعني بتعنينا أنه نكون عم نسمي دورة التنشئة على اسمه. نعم. تنقل له نشكرك، نحن نشكرك على حبك، على تفانيك، على سهرك، على محبتك للكنيسة، للشبيبة، على الثقة اللي عطيتنا إياها، لأنه لولا منك ما قدرنا عملنا كل اللي عملناه. وبيستاهل، ولو هو كان غايب بالجسد كان حاضر معنا بروحه وكان حاضر بقوة، لهيك كنا مليانين طبعا بفرح ومليانين بهيك. هو مزروع بقلوب الجميع أكيد وبقلوب الشبيبة. طيب كان الحفل مفاجأة فيه هي إطلاق جائزة أبونا توفيق، كيف انطلقت الفكرة ولمين رح تنعطى؟ هي أول ستنايا كمان هلأ عم نشوف الصور من الحفل. 100%. نعم. كان في أكيد حضور المتخرجين، كان في حضور أبائنا سيدنا البطرك، الأباء المطارنة وعائلة أبونا توفيق يلي هي كمان عائلتنا وفي هالقد مودة ومحبة لأنه روح وحدة. قرروا جمعية شباب الرجاء، هي كمان مؤسسة منظمة، هو مؤسسة أبونا توفيق وحاليا المسؤول عنا خينا ماجد بوهدير خيو للأبونا. قرروا أنه هيك شخص كتير مميز، مش ممكن طبع قلوب ناس كتيرة، مش بس شبيبة، قلوب ناس كتار، أسس قصص كتير مهمة، تميز بملء الحب. يعني كان من كل قلبه، أنا عم بحكي عن خبرة شخصية والمعرفة بقلوب الجميع. ما كان ينام، ما كان ينام أبدا، لأنه كان همه أنه شو بدي أعمل بعد للشبيبة، كيف بدي أساعدهم، كيف بدي أعمل جسور، مد جسور بين كل الناس لحتى يكون الناس عم بيعيشوا هيك خبرة حب وسلام مع بعضهم، سلام داخلي فهو تميز. وسلام بين المجتمع، سلام بين العالم. مزبوط. نعم. هو تميز بهذا الشيء، لهيك قرروا جمعية شباب الرجاء يكونوا عم بيعملوا يخصصوا مثل تروفي وعملوه كله تكوين وكله بيشبه أبونا، في صورة أبونا، في شعلة يلي هي شعلة الحب موجودة بالصور. موجودة بالصور. نعم. هلأ بتبين. نعم. وكانت أول جائزة عم تتقدم لغبطة أبينا البطريرك مرشار بطرس الراعي، لأنه هو كمان شخص مميز بالحب، لأنه شرع قلبه وصرحه لحتى يكون عم يستقبل الشبيب وعطاهم كل الثقة لحتى يكون مزبوط. هيدي الشعلة. نعم. يلي فيها الصليب، لأنه هو عايش هالصليب يلي أكيد كان عم يبذل زيته بالحب يلي هو القلب الموجود بوسط الصليب. نعم. وهيدي الشعلة يلي ورا يلي كان دايما مشتعلة، شعلة الرجاء، لأنه دايما رغم التحديات والصعوبات كان عم بيشوف دايما رجاء الرب حاضر أنه نحن فينا نعمل نكون أفضل ونعمل عالم أفضل. هيدا أبونا توفيق حبيبنا يلي بعده مرافقنا بقلوبنا وبعيوننا أكيد طبعا. كان في لفتة طلابية، ممكن تخبرينا أكثر كانت لفتة مميزة من طلاب بهالاحتفال، ممكن تخبرينا؟ نحن كانت مفاجأة تانية بقلب الحفل، الجامعة الأمريكية بقبرص AUCY قرروا يكونوا عم بيقدموا منح جامعية دراسية مجانية لشبيبتنا، هيك لحتى يكونوا عم بيدعمونا. تقريبا 13 منحة رح تكون مقدمة، وهيدي كانت مفاجأة حلوة. وأنا بتصور يعني كان في تدخل كبير لمونسينيور توفيق هو بطريقته، لأنه دايما كان على قلبه أنه يكون عم بينبش على مشاريع وعلى قصص يدعم فيها الشبيبة. فأجت هيدي المبادرة بهالطريقة الحلوة. كان حاضر معنا ممثل عن الجامعة دكتور فريد هيكل، وهو أعلن عن هيدي الجائزة يلي رح تكون لشبيبتنا، ورح يكون في تعاون دايم مع مكتب رعاوية شبيبة لكل شيء معقول نعوزه كشبيبة على صعيد تنشئاتنا أو أي دعم ممكن نحتاجه. نعم. فهيدي ستنايا قدي بعز عليكم إنكم تختتموا دورة من دون أبونا توفيق. حضوره كتير قوي يعني. نعم. هو اللي بيعرفه بيعرف إنه هو شخص
هالته قوية وحضوره مميز لأنه عنده حب وهيك بضل مشتعل بيناتنا، وهمه الكبير والصغير وبيتابع الكل، منه شخص هيك بيطلع بالناس هيك على مرق الطريق، بيطلع بكل شخص بشخصه، بيهتم بكل شخص بشخصه. أكيد له فراغ مطرحه طبعاً. عم بحكي بحضوره الجسدي، بس مثل ما قلت لأنه هالقد شخص مميز، نحن منعرف كتير منيح أنه الحياة ما بتخلص هون، حياة بتكفي. كل واحد منا عنده أشخاص انتقلوا على السماء، عنده بيعرف حقيقة أنه هن حاضرين، وحاضرين بقوة بكتير تفاصيل بحياتنا، وخاصة إذا كان حدا هو مؤثر بقلوب أشخاص، هو كأن نسخة تانية. يعني أبونا ارتحل، ولكن اليوم في كتير ناس بعدها عم بتكفي على مسيرته وعم بتكفي على الأشياء يلي تعلمتها منه. مزبوط، نحن هيدا الشيء اللي عم نعمله. طيب وحضرتكم كيف بتحافظوا على رسالته؟ مثل ما قلت نحن يعني لمدة 10 سنين عم نشتغل سوا. نعم. يعني هيدا الشيء بينطبع فينا تلقائيا، صرنا كلنا في فينا جواتنا هيك أبونا توفيق صغير. صحيح. لأنه ورح يكبر أكيد، لأنه طبعا أكيد بتكاتفنا مع بعضنا، بمحبتنا لبعضنا، وبأنه نكون بعضنا يعني عم نكفي ذات المسيرة بذات الحماس، بذات الروح الشغف والرجاء والفرح. هذا كله نحن كلنا حاملينه بقلوبنا وعم نكفيه، ومثل ما قلت بسنده بصلاته هو بعده مرفقنا، لنكون عم نتمم مشيئة الله، لأنه طبعاً. هو كان همه أنه يتمم مشيئة الله. لهيك أهم شيء أنه دائماً نكون عم نصلي ونصغي لإلهامات الروح، لأنه الروح بيعرف شو الحاجات، بيعرف شو بدنا وشو لازم نكون عم نعمل. وأهم شيء تضل مزروع الحب والتعاون والفرحة والمحبة بين الجميع. أكيد. أمين. أكيد. ست نايا، هل في كلمة أخيرة بتحب توجيها أو بتحب تقوليها لأبونا توفيق، أو حتى للأشخاص اللي عم تسمعك اليوم عبر برنامجنا؟ بدي أقول له أبونا توفيق شكراً من القلب، محبتك كتير كبيرة كتير، وفضلك كتير كبير علي أنا شخصياً وعلى أخوتي كلهم بقلب المكتب وعلى كتير كتار من الناس. نعم. رح أطلب شغلة هيك، تمني الجايزة تبعوله تسمت تميز بملء الحب. أنا رح أقول اليوم كل واحد منا انخلق بالحب ليعيش الحب، ما ينسى هيدا الدعوة وين ما كان، وين ما كان موجود، مين ما كان. نعم. يعرف يرجع يفتش على الله يلي خلقه ويستمد منه كل النعمة وكل القوة ليعرف يعيش الحب، لأنه إذا ما عشنا الحب على الأرض جينا على الفاضي وفلينا. صحيح. على الفاضي. صحيح. وما تركنا شيء. إن شاء الله منكون هيك مؤثرين ونعرف نزرع الحب وين وأكيد ما كنا. وأكيد طبعا دايما أصلا إذا يعني الواحد كان بحب بالكلمة الحلوة هي المؤثر والطابع يلي بيبقى بقلوب الناس، وبالنهاية واحد بيعمل لحتى يضل سمعته حلوة وعلى يعني يكفي على مسيرة انه الناس تذكره بالمنيح. مزبوط. ست نايا، نحن وصلنا لختام هيدا الحلقة. انا بتشكرك، بتشكر حضورك، بتشكركم مشاهدينا، ترقبونا بحلقات الجاية. باي باي.